السلام عليكم ورحمة الله الإخوان الكرام. هذا الفيديو كيخص الأصدقاء اللي جازوا امتحان البكالوريا. هذا الفيديو غتعرفوا على الطرق باش تعرفوا النقطة ديالكم اللي تحصلتوا عليها، وأيضا حتى على المعدلات لكل مادة. فإذا استفدتوا من هذا الفيديو ما تنساوش تشاركوا وتفعلوا الجرس وكل الإشعارات، وأيضا تخلوا تعليق إذا كان ممكن. وأول طريقة غنتعرفوا عليها واللي هي سهلة، سواء الباك اللي جازوا بكالوريا حرة أو لا البكالوريا العادية، هو عن طريق موقع back.man.gov.ma. انا نخليكم رابط في صندوق الوصف تحت الفيديو. كتدخلوا لهذا الرابط كتكون الواجهه ديالو بحال هكا، كتدخلوا رمز مسار. كيفاش غتحصلوا على هذا رمز مسار الا ما كانش عندكم؟ من خلال الاستدعاء ديال البكالوريا. هي البلاصه اللي دايره عليها الاحمر كتكون بادي بحرف ومراه واحد الارقام، كتدخلوهم في رمز مسار. من بعد كتضغطوا على جونسوي با ان روبو، كيعطيكم واحد كيعطيكم انه اكد. ملي كياكد كتضغطوا على بحث. من بعد كيعطيكم واش نجحتوا، كطلعكم فوق لقد جسم امتحانات البكالوريا بنجاح. والى ما حالكم شحال كطلعكم دوره استدراكيه، وكيطلع لكم غير المعدل العام. والميزه ديال البكالوريا في هذا الموقع ما كطلعكمش معدلات ديال المواد، هذا سواء اللي جازوا باك حر سواء اللي جازوا الباك العادي. والان غننتقلوا للطريقه الثانيه، حتى هي كتخص اللي جازوا باك عادي واللي جازوا الباك حر. ما بالنسبة للطريقة الثانية الإخوة الكرام، كتريشارج هاد التطبيق ديال أوتلوك اللي كتجيك فيه ميساج فور ما كتلاح النتيجة، كتوصلك عن طريق ميساج بحالها بحال جيمايل. المهم كتدخل للتطبيق بحال هكا، كتضغط هنايا على الأيقونة الزرقاء. من بعد كيعطيك جيمايل، كتحيد هذيك العلامة الزرقاء وكدير تجاوز هنا من تحت باش متكونيكتاش بالجيمايل. من بعد كيعطيك هنايا تعمر رقم مسار ديالك، كتدخل الرمز اللي كيف وريتكم في الاول منين كتجيبيه من الاستدعاء. وهذا خاصك تحتاج الكود ديال المسار ضروري. كتدخل الرمز كامل وكتزيد عليه اروباس تعليم ام ا اروباس تعليم ام ا. الا كتبتي غير هكا كما يكونش النطاق ديال الجيم ديال الايميل، هادشي علاش ما كيتقبلش في الايميل. هاد النطاق ديال اروباس تعليم ام ا هو اللي كيعرفك ان هذا راه جيمايل ديال تابع الشركه اللي مسيره هاد النطاق. المهم كتضغط هكا، من بعد كيعطيك تدخل الكود، كتدخل الكود ديال المسار. بالنسبه للاحرار فكتجيبوه من هنا في هاد الصوره اللي وريتكم في الجنب، من هنايا كتجيبوا الكود، كتجيبوه من موقع كونديت. وهذا الموقع حتى هو راه كيتلاحوا فيه النتائج، كتزاد واحد ايقونه ثانيه وكتدخلوا كتلقاو النتائج. هذا بالنسبه للاحرار، العاديين ما كان عندهمش هاد الموقع. المهم كتدخل الكود ومن بعدها تضغط على دو ولا الي ولا حسب اللغه ديال التليفون ديالك، كيعطيك بحال هكا الرسائل اللي كاينه في الاوتلوك ديالك، وهكا كتحصل على النتيجه والمعدلات كامله. اما الطريقه تسجل اخوان فهي عن طريق موقع masar.man.gov.ma. حتى هي كتدخل في الاول اسم المستخدم اللي هو رمز مسار ديالك اروباس تعليم ام ا، وكتدخل الكود وهكا كتطالع على النتيجه ديالك وعلى المعدلات ديالك. اما الاخوان بالنسبه لاصحاب باك حر فهناك طريقه اخرى، طريقه رابعه يمكن لهم يطلعوا بها النتائج، وهي عن طريق موقع كونديتور.مال.جو.ام.ا اللي هو الموقع اللي تسجلتي فيه في الاول. كتطلع واحد الايقونه جديده فيها اطلاع على النتائج، كتضغط عليها وكتحصل على النتائج ديالك. وهكا الاخوان كيكون الفيديو ديالنا سهل، فما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس اذا استفدتوا من هذا الفيديو، وتشاركوا الفيديو اذا كانت الامكانيه. وفي الاخير كنتمنى لكم النجاح وللمستدركين ان شاء الله حظ اوفر في الدوره الاستدراكيه. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. واذا كان عندكم اي مشكل خليه في التعليق ولا عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي، غنخليكم الروابط ديالها في وصف الفيديو. كنعتذر على الصوت، والسلام عليكم ورحمه الله.